ان الصبا دم خفيف يعني اللي هو انت تحبه وتتفاعل معاه. الحقيقه ان انت يعني انبسطنا بيك جدا يا استاذ سامي في رمضان اللي فات في دورين زي ما قالت هيدي كده، كل واحد فيهم بعيد عن التاني. الاثنين اتصوروا في نفس التوقيت يعني كان عندك تصوير في نفس التوقيت لدول ده؟ يمكن قريبين من بعض، وخصوصا الجزء الاول في مسلسل ضد الكسر اتصور واحنا بنصور احسن اب فكانوا شخصيتين يعني مختلفين خالص ما تتلخبطش يا استاذ يعني اصل انت برضه عشان تخش جوه الشخصيه وتلبسها وتلبسك زي ما انتوا بتقولوا صعب برضه ان واحد يبقى دمه خفيف قوي كده وكوميديان والتاني من العرض تقيل يعني. اصل هي ولا ده بقى سهل عليك خلاص؟ لا يعني هي مش سهله برضه، بتحتاج مجهود يعني بتحتاج مجهود وتحضير يعني طبعا. مش عايز اكذب بس هو الخبره ليها عامل يعني الخبره في التمثيل له عامل يعني انا بحضر كل شخصيه وببقى ايه حاسس بملامحها وعارف ملامحها كويس قوي. المفاجاه في ضد الكسر ان الدور جاني على الهوا. ازاي يعني؟ هما كانوا بيصوروا وكانوا شغالين وبعدين الشخصيه ظهرت قدامهم، لان الحلقات بتتصور او بتتكتب فرضاني يعني حلقتين 5 3 2 فظهرت حلقه عبد الظاهر اللي انا كنت بعملها دي قدامهم فجاه، فيجيبوا مين يجيبوا مين، فلازم يجيبوا حد مفاجاه ما حدش يتوقع ان انا ممكن اعمل دور واقتل واكون قاتل يعني وكده وتاجر عمله. هي دي اول مره تعمل دور شرير كده؟ لا عملت ادوار شرير قبل كده بس كنت كان الشرير اللايت شويه كوميدي الفيلن الخفي يعني ما هوش ايه مش زي ده وصل انه بقى قتال قتله.